السلام عليكم. بزاف ديال الاخوان كيكون عندهم الثمن اللي باغيين يشريو به الهاتف، هذا البيدجي اللي 600 650، كيقلب كيلقى تليفونات 1 جيجا في الرام، 16 جيجا تليفون 3 جي ماشي 4 جي، ولا لقى كاع غيلقى 2 جيجا 16 جيجا. فهاد لا فيديو الاخوان جبنا لكم هاتف ب 649 درهم، فيه 3 جيجا في الرام، فيه 32 جيجا في ستوكاج، وفيه معالج سناب دراغون 425، وبزاف المزايا اخرين. اكتشفوا معنا هذا الهاتف الاخوان، فيه 20 قطعه، يعني هاتف فيه 20 قطعه، وشركه اللي معروفه. نبريزونتي لكم التليفون، تبعوا معنا. كما كتشوفوا معايا الاخوان، هذا هو التليفون ديالنا من الشركه ديال ال جي. ها هو كيجينا بثلاثه لي كولور، هما ثلاثه لي كولور، قربنا لي خويا اسامه. ها هما كيجينا في الابيض، وكيجينا في الاحمر، وكيجينا في الازرق. ديزاين الاخوان صراحه ندور الديزاين الخارجي، ديزاين ناضي مقارنه بالثمن ديالو، يعني التليفونات اللي فيها الثمن، ديزاين الشده ديالو، تليفون صراحه عاطي العين، والحجم ديالو متوسط، يعني ما كبيرش في الجيب وما صغيرش. كاميرا هنايا فلاش، عندنا هنا كاميرا شعلت هنا هي. ها هو ليكليراج ديالو اش دي بلس. ها هو هنايا كيجينا باندرويد طالع، اندرويد سعود. دخلنا للتليفون هنايا اللوجيسيال، كيجينا هنا باندرويد سعود. 3 جيجا في الرام كما ذكرت الاخوان، ها هي نقلبوا هنا نمشيو للميموار، ها هي 3 جيجا في الرام و 32 جيجا في ستوكاج. ندخلوا للستوكاج ديالو كذلك، 32 جيجا في ستوكاج. ها هو كاميرا الاخوان ناضيه، كاميرا في هذه الفئه السعريه غتلقى كاميرا يعني عاديه مقارنه بالثمن ديالو. شوف الكاميرا كي دايره، فوالا نقلبوا هنا اللور حتى هي. شوف معايا الكاميرا، كاميرا زوينه الاخوان. معالج الاخوان يعني سناب دراغون 425، يعني خدمت بالتليفون الاخوان واحد السلاسه ما تلقاهاش في تليفونات ديال 700 800 درهم صراحه، واحد السلاسه ناضيه، ما كتحس التليفون كيتبلونطا ولا كيتقال لك، تليفون خفيف في الخدمه ديالو. يعني سناب دراغون 425 مع 3 جيجا في الرام كتعطي واحد الاداء اللي زوين واداء اللي مستقر. البطاريه الاخوان فيها 2500 ملي امبير، 2500 ملي امبير الاخوان، ولكن المعالج اللي فيه ماشي كونسوميش بزاف. خدمت به الاخوان عن تجربه، ما كتحسش بالتليفون شي كونسومي بزاف. ليطا ديالو كما كتشوفوا معايا نقيه تقريبا شبه جديد. والثمن ذكرناه في الاول اللي هو 649 درهم، تخيل معايا 649 درهم وهاد المواصفات اللي ذكرنا دابا، سناب دراغون 425، 3 جيجا في الرام، 32 جيجا في ستوكاج، الكاميرا رشو الكاليتي ديالها كي دايره، ديزاين ديال التليفون مارك اللي معروفه ال جي، يعني احسن بزاف لي مارك اللي كاينين حاليا في السوق. يعني تليفون الاخوان يستحق اكثر من الثمن ديالو. بالنسبه للستوك كاين عندنا حاليا 20 قطعه، العرض غنبداو اليوم ان شاء الله نهار الثلاث، ياك والى نهايه المخزون كاين 20 قطعه. اللي خاصو الاخوان كاين ليفريزون داخل كازا وخارج كازا، مرحبا بكم. وهذا ما كان الاخوان، تبارك الله عليكم.